الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، إن شاء الله اليوم المحاضرة الإلكترونية الثانية لمادة الإحصاء الهندسي. اليوم إن شاء الله راح ندخل بالجانب العملي مادة الإحصاء الهندسي، يعني التطبيقات العملية والرياضية. نجيب أول شيء اللي هو الفريكونسي ديستريبيوشن. الفريكونسي ديستريبيوشن هو واحد من أهم وأكثر الرسوم البيانية العامة اللي توصف لنا البيانات population العينات. طبعا الجدولة هي العامل الرئيسي بالفريكونسي، دائما احنا نجدول حتى نقدر نرسم الفريكونسي. الفريكونسي شنو معناه؟ التكرار. التكرار هو عدد مرات ظهور قيمة معينة داخل البيانات. يعني عندي مثلا صف دراسي بفد 50 طالب، سويت لهم امتحان مادة معينة، امتحان رياضيات، فطلاب اكو طلاب ناجحة، طلاب راسبة، هم اخذوا درجات متباينة، من نفرض مثلا من 20 إلى 90، اكو مثل واحد ماخذ مرة واحدة 20، اكو طلاب ثلاثة ماخذين 50، اكو مثلا 5 طلاب ماخذين 65. فهذه 65 اللي تكررت 3 مرات، 50 اللي تكررت مرتين، 90 اللي تكررت 4 مرات، هاي العدد 4 و3 و5 هي هاي الفريكونسي، تكرار الأشياء. طبعا دائما النماذج أو الداتا العينات وتكرارها تصنف بجداول، يعني ما ممكن تصنف بشكل عادي. الفريكونسي ديستريبيوشن اللي هو التوزيع التكراري. التوزيع التكراري هو جدول يستخدم لتنظيم البيانات. البسيط من عنده، الشكل البسيط من عنده يتكون من عمودين. العمود الاول الكلاسز اور جروبس، يعني الفئات، مثلا اريد اقول ماخذ من 50 إلى 60، هاي تعتبر فئة، مثلا من 80 إلى 90 هاي تعتبر فئة أو جروب، فهاي يسموها كلاس أور جروب، هاي بالعمود الأول اللي يحتوي على مدة رقمية بين كل فئة وفئة. مثلا إحنا من قلنا من 80 إلى 90، الفرق بيناتهم 10، يعني هاي المدة رقمية. نجي العمود الثاني اللي هو يحتوي على الفريكونسي، الأعداد مرات التكرار، يعني كم مرة ظهرت هاي الفئة أو هذا الجروب بالدراسة مالتي، أو بال يعني أنا شنو اللي جاي أريد أرتبه، أريد أعرف نتيجته. فكم مرة ظهرت عندي، يعني كم مرة ظهر عندي طالب أخذ مثلا من 60 إلى 70، 5 طلاب، 6 طلاب، أكو طالب ماخذ 60 و61، أكو طالب ماخذ 62.5، أكو طالب ماخذ 65. فمن 60 إلى 70 كم طالب أخذ عندي؟ هذه عدد مرات التكرار. الانتيرفلز يعني دائما أقول لك قياسها ثابت، تغطي كل الأوبزرفيشن مالتي. يعني أنا عندي مثلا امتحنت الطلاب، أقل واحد أخذ 20 وأعلى طالب أخذ 90، فأنا لازم أغطي البيانات مالتي من 20 إلى 90، يعني أقسمهم إلى مجاميع. مثلا أقول من 20 إلى 40 هذا جروب، من 40 إلى 60 جروب، من 60 إلى 80 جروب، هكذا. يعني لازم، يعني إذا أنا قسمت كل يعني من 40 إلى 60 20، لازم مراها هم أسوي 20، يعني من 60، من 40 إلى 60 20، من 60 إلى 80 أيضا 20، هاي يسموها الانترفال، لازم تكون متساوية ولازم تغطي لي كل الداتا مالتي من بدايتها إلى نهايتها. هو يقول لك بشكل عام هو شيء بسيط، ينظم لي البيانات مالتي ويجمعها سوية ورتب ليها حسب تكرارها. نجي هسه أهم القوانين اللي عندي بالفريكونسي ديستريبيوشن، بالتوزيع التكراري. اكو اشياء يعني اوليه لازم نعرفها، نعرف شنو معناها وشلون نطلعها.
نجي أول شيء class limit. The class limit are the highest and lowest value in the class. يعني يقول لك مثل أنا عندي فئة class فئة أو group، عندي هاي الفئة من 5 إلى 10. نفرض إنه مثل أريد أقسم فد نفرض فد أطوال طلاب أو لا أطوال طلاب ما تناسب بين 5 إلى 10. مثلا امتحان طلاب من 10 درجات، أرد أطلع كم طالب ماخذ من 5 إلى 10، فهذه فئة عندي من 5 إلى 10، هذه فئة أو جروب. الكلاس ليميت مالتها شنو؟ يقول لي الكلاس ليميت يكون من أقل قيمة اللي هي 5 إلى أعلى قيمة اللي هي 10. الكلاس ليميت من 5 إلى 10، هذه أقل قيمة اللي هي يسموها lowest value، وهاي الهايست فالو. الكلاس ليميت يكون من هذه 5 إلى هذه 10، هذا الكلاس ليميت، حدود الفئة. حدود الفئة يعني حدودها هي تبدي من 5 إلى 10، دائما تبدي من الأقل إلى الأعلى. حدود الفئة من الأقل إلى الأعلى، فهذا دائما أقل قيمة اللي هي 5 يسمونها lower limits، والعشرة يسموها الأبر ليمتس، يعني هاي يسموها أقل قيمة اللور ليمتس، وهذه الأعلى قيمة الأبر ليمتس. كلاس انترفالز، المدة أو الحدود مالت الفئة أو الرينج مالت الفئة، المدى مالت الفئة. المدى مالت الفئة شلون أطلع؟ أبر ليمتس ناقص lower limit of class، بس للكلاس الوحدة أنا جاي أحكي، لأن هسه راح يصير عندي بيانات هواية، فراح أخذ يعني وراح راح أطلع limit أو class width مالت الداتا كلها، فأنا هسه جاي أحكي بس عن الفئة الوحدة class وإن class. في class intervals تجيني من حاصل طرح upper limits minus lower limits of class. نجي مثلا عندي أرجع على نفس الفئة، هاي عندي هاي الفئة من 5 إلى 10. The class interval is 10 minus 5 وتساوي لي 5. إذن المدى أو الرينج مالت الفئة هذه مالتي هو 5، طول الفئة 5. اوكي، اذا هذه الفئه شنو طولها؟ 5. نجي كلاس باوندريز، احنا لما تجي عندنا داتا مثلا نفرض فد 40 داتا 50 داتا، يعني 40 قيمه 50 قيمه، واجي اصنفها، تجيني طبعا هي بشكل عشوائي يعني، فاجي انا ارتبها واقسمها، فلازم اجي اطلع لها الكلاس boundaries، يعني أنا هاي الحدود اللي مطيني إياها هو مثل بالسؤال، أو أنا اللي حصلتها مثل خلال بحث مالتي أو شغل مالتي، هاي مو حدود حقيقية، لازم أجي أطلع حدود حقيقية على مود تكون قراءاتي مضبوطة. مثلا خل أطلع لكم فد مثال معين، مثلا عندي هذه داتا، هذه الداتا أنا راح أجي أرتبها وأجدولها، بس أنا ما راح أمشي على هذه القيم، لازم أطلع لها حدود حقيقية. يعني مثلا أنا من راح أجي أجدولها كالتالي، جيت جدولتها من 50 إلى 60، 63 سويتين هاي فئة واحدة كلاس واحدة، من 64 إلى 77 كلاس أيضا واحدة، بس أنا ما راح أجي أمشي على، راح أطلع الكلاس باوندريز إلها، يعني هذا 50 راح أقللها، وهاي آخر شيء اللي آخر قراءة عندي 147 راح أزيدها، وهكذا لكل الفئات على مود شنو؟
أحصر كل البيانات مالتي داخل هذا الجدول، يعني ما أخلي فد شي ما مضمون بيها، كله أضمنه داخل الجدول. أجي شلون أطلعها؟ class boundaries lower limits، دائما احنا قلنا اقل حد بالكلاس مالتي بالفئة مالتي هو يسمونه lower limits ناقص ال ICU. اوكي هسه اجي افهمكم شنو ال ICU. ال upper limits اللي هي العشرة زائد ال ICU، يعني انا شنو عندي؟ اجي ال lower limits دائما اطرح من عندها، والأبر ليميتس دائما شنو أضيف لها، هذه وين بكل فئة من الفئات مالتي شنو اللي أطرحه شنو الأضيفة. إذا عندي الأعداد مالتي الداتا مالتي إجتني كلها أعداد صحيحة، كلها مثلا 2 و10 و14 25 26 34 50 كلها أعداد صحيحة ما بيها أعداد عشرية، فالـ ICU مالتي هو 0.5 تمام. إذا أعدادي كلها أعداد صحيحة ما بيها أي أعداد عشرية، فالـ ICU مالتي اللي هو يسمونه عامل الدقة، عامل الدقة هذا على مود شنو قلت أنا الشغل مالتي يكون صحيح، الرسم مالتي يكون صحيح، الجدولة مالتي تكون صحيحة، فلازم أسوي حدود مال الفئات مالتي صحيحة. class limits لازم تكون صحيحة، شلون تكون صحيحة؟ لما أطلع class boundaries. class boundaries شلون أطلعها؟ أجيب ورا ما رتبت البيانات مالتي اجي من كل lower limit باي كلاس اطرح من عنده، وكل upper limit باي كلاس مالتي اجي شنو اضيف له، شنو اطرح شنو اضيف. قلت اذا اعداد صحيحة اطرح 0.5، اذا الداتا مالتي بيها اعداد عشرية مثل 1.4 عندك إذا عندي هنا 1.4 عدد عشري، 23.7، 65.9، انتبهوا عدد عشري واحد بعد البارزة. إيش راح أطرح؟ الـ ICU مالتي عامل الدقة راح يكون 0.05، يعني 5%. إذا أعداد صحيحة أطرح 5 بالعشرة فقط، إذا أعداد عشرية واحدة عندي مرتبة واحدة بعد الفارزة أطرح 5%. إيش راح تصير هذه الفئة مالتي اللي هي من 5 إلى 10؟ من راح أجي أطبق عليها الكلاس باوندريز راح تصير 4.95 إلى 10. هذه طبعا مو علامة طرح، هذه علامة الإلى مال حدود الفئة 10.05. هنا أنا كالعادة إذا صارت عند الأعداد العشرية مالتي مرتبتين بعد الفارزة إذن أطرح 5 بالألف، يعني هنا ما عندي ولا مرتبة بعد الفارزة، يعني أعداد صحيحة، إذن ما كنا صفر 5 بالعشرة. زادت عندي مرتبة أحط 0 بمكانها، يعني هاي 5 بالعشرة أخليها ثابتة عندي. إذا ماكو أعداد عشرية، أكو أعداد عشرية أضيف 0، عددين عشريين أضيف 0، وهكذا أطرح من الكلاس limits مالتي على مود أطلع الكلاس boundaries. نجي هسه الكلاس width، عرض الفئة. عرض الفئة شلون أطلع؟ دائما يجيني من upper limits minus lower limits. أجي عندي أنا الفئة مالتي هذه، طبعا بعد ما طلعتها الكلاس باوندريز، فالكلاس ويث منين تجيني؟ من هاي الابر باوندريز ماينس اللور باوندريز، يعني 10.5 ناقص 4.5 تساوي 6. انتبهوا هنا من طلعت كلاس ليميت منين؟ من ال هذه عفوا الكلاس انترفل او كلاس ليميتس، هاي منين طلعتها؟ من الفئات الحقيقية قبل لا أسوي لها الباوندريز اللي هي 10 ماينس 5 شقد طلعت لي 5، بس منين طبقت عليها الباوندريز ايش راح أطلع من عندها؟ الكلاس ويث مو كلاس انترفل، لا راح أطلع الكلاس ويث.
اللي هي 10.5 ناقص 4.6. أوكي، عندي الكلاس ميد بوينت أو الكلاس مارك، مركز الفئة يسمى مركز الفئة، دائما الفئة الحد الأول زائد الحد الثاني على 2، هذه نعرفها. يعني مثلا عندي هاي الفئة اللي هي من 5 إلى 10، فأرد أطلع لها المركز الفئة اللي هو يسمونه class midpoint or class mark اللي هو xi. شو يقول؟ 5 زائد 10 على 2 ويساوي 7.5. زين، هسه شلون ننظم جدول التكرار؟ How to create frequency table. نجي أول شيء، عندي أنا هاي الداتا، أقول لك the following data are considered the values of columns used when tested several sample in structure laboratory. Construct a frequency table for this data. يقول لي عندي أدنى هذه الداتا، هذه البيانات هي مجموعة كولومات، يعني أعمدة سلطوا عليها حمل معين أو اختبروها بحمل معين بأحد المختبرات. هذه مجموعة الأحمال اللي سلطت على الأعمدة. يقول لك أيدك ترتب لي هذه البيانات بجدول. هذه عندي بياناتي، يريدني أرتبها بجدول. طبعا من البداية من أجي أريد أرتب هاي البيانات، أول شيء أشوف هو منطيني حدود فئة لو ما منطيني. هنا ما منطيني حدود فئة، يعني ما أعرف أنا راح أسويها من يا قيمة ليا قيمة الفئة مالتي، وش قد أسوي عدد الفئات. فأجي أشوف شنو عندي أقل قيمة وشنو عندي أعلى قيمة بالبيانات، من أجي أقراهن راح أشوف 50 هي أوطأ قيمة بالبيانات مالتي اللور. أوكي، ومن أجي أشوف هنا 147 هي أعلى قيمة الأبر قيمة بكل البيانات مالتي. هسه أجي أشر على هذني وأنتقل للخطوة الثانية. أول شيء لازم أحدد الرينج مال الداتا مالتي. Range مال الداتا مالتي determine the range of data R. range R شو يساوي لي؟ دائما highest value minus lowest value in data. كل الداتا مالتي، انتبه بكل الداتا مالتي مو فئة معين، تجيني هيج داتا مالتي اجي اشوف من اعلى قيمة ومن اوطأ قيمة، اطرح اعلى قيمة من اوطأ قيمة، أطرح أوطأ قيمة من أعلى قيمة اللي هي 147 ماينس 50 تعطيني 97. هاي الخطوة الأولى، طلعت الـ R. هسه أجي أحدد عدد الـ class interval مالتي. شو عدد الـ class مالتي؟ خل أراويكم إياها. هاي عدد الـ class مالتي 1 2 3 4 5 6 7، يعني أعداد كم صف في هذا الجدول. هاي هي الأعداد مالت الكلاس انترفال اللي هي الكي. كم مجموعة أسويهم؟ كم مجروب؟ هسه هنا 1 2 3 4 5 6 7، 7 جروبات أسويهم، 5 جروبات لو أسويهم، 6 جروبات، 7 9 8، ما أعرف. فأنا على مود أعرف كم جروب عندي هنا لازم أطلع الكي. الكي هي راح تعطيني أعداد الفئات، class interval number of class interval عدد الفئات. تمام، هل أرجع هنا determine the number of class interval k by formula. هنا ال k ايش تساوي لي؟ 1 زائد 3.322 لوغاريتم ال n. شنو هي ال n؟ نجي هنا يقول لك ال k هي number of classes، من عدد الفئات. ال n هي number of data، يعني عدد البيانات، عدد الأرقام. يعني مثلا الإكزام مالتنا، الإكزامبل مالتنا هنا 36، إذا نرجع لهن لأني إذا نحسب من 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هنا 1 2 3 4 4 في 9 36
قراءة عندي، فالآن هي عدد القراءات 36 قراءة عندي. أجي أطبق القانون كي تساوي 1+3.322 لوغاريتم 36 اللي هي الآن عدد القراءات، فتطلع لي كي 6.15. فكيفك إذا تريد تأخذها 6 أو تريد تأخذها 7، يعني تريد تقربها للستة أو تقربها للسبعة، هذا الشيء يخصك. هسه أنا هنا أخذتها 7، قربتها للسبعة. نجي وراها. Determine the class with W. إحنا قلنا الكلاس with شلون كنا نطلعه؟ نطلع من الأبر ماينس لور باوندريز، أعلى حد ناقص أو حد بالفئة الوحدة. بس أنا هنا أنا ما عندي جدول مقسمة به الفئات والحدود على مود أعرف إنه شو منين أطرح. يعني مثل هنا أنا مطيني فئة من فلانية إلى فلانية، مثل هنا أنا عندي هاي الباوندريز، ما عندي هذه الحدود هيك مقسمة على مود أطلع الكلاس وث من هذا القانون. لا، هسه أنا أريد أطلع الكلاس وث، أريد أطلع الباوندريز. هسه صارت الشغلة عكسية، أنا أطلع الكلاس وث W حتى أطلع الكلاس باوندريز، فأجي لهاي الخطوة. عندي هنا عرض الفئة إيش راح يساوي لل W؟ الرينج R على ال K، أوكي؟ ال W راح يساوي للرينج ال R تقسيم ال K اللي هو 97 تقسيم 7، إيش راح يطلع؟ 13.9، فأخذه 14، أقرب الأقرب عدد صحيح، لأن أنا الأرقام مالت كلها أعداد صحيحة، فأقرب الأقرب عدد صحيح، تمام؟ اللي أخذ 14. هسه الكلاس انترفل اللي إحنا كنا نطلعها من قانون هذا، كلاس انترفل كنا نطلعها من قانون upper limit minus lower limit of class اللي هي 10 ناقص 5 تساوي 5. هاي في حال كان عندي أنا قلت موجودة عدد الفئات وحدود الفئات ومقسم ليها منين لمنين، أقدر أطلع الكلاس انترفل. هسه ما عندي، عندي بس أعداد مطينيها هيك عشوائية مطشرة، أنا راح أجي أرتبها وأنا أطلع لها كل شيء. فهسه شنو قانون الكلاس انترفل؟ الكلاس انترفل راح يساوي W ماينس 1، 14 ناقص 1 13. هسه أول خطوة طلعت ال R range، ثاني خطوة طلعت ال K اللي عدد الجروبات مالتي عدد الكلاس، وراها طلعت ال W اللي هو عرض الفئة، وراها طلعت الكلاس انترفل اللي هو المدى مالت أو طول الفئة. هسه أجي شو طلع الكلاس ميد بوينت أو الكلاس مارك اللي هو يساوي لي دائما lower limit زائد upper limit على 2، هذا بعدين نطلعها بالجدول، وراها شو اطلع الكلاس باوندريز. هاي شلون اطلع من بين الخطوتين الرابعة والخامسة؟ من اجي ارتب الجدول مالتي، اجي هنا طبعا جدول التوزيع التكراري يا اما يكون بسيط يعني سمبل مثل هذا عندي اللي هو سمبل فريكونسي تيبل. هنا ايش راح يسوي؟ راح يضطر يرتب كل الارقام اللي حصلاهن ويحسب ايش قد تكررت، مثلا 50 كم مره تكررت؟ مره واحده. 60 كم مره تكررت؟ مرتين. 90 كم مره تكررت؟ 3 مرات. يعني يجي البيانات مالته هنا وينظمهم كلهن يكتبهن ويشوف كل وحده ايش قد تكررت. هذا يسمونه السمبل فريكونسي، هذا بس احنا هذا ما نشتغل به، احنا نشتغل به من بهذا الجدول اللي هو اسمه frequency distribution table، جدول التوزيع التكراري او interval frequency table، اوكي؟ جدول توزيع التكراري. شلون اجي هسه ارتبه؟ انا قلت اطلع ال r وبعدها اطلع ال k وبعدها طلعت ال w. اجي اول مره انا قلت ال W مالتي هي عرض الفئة. هسه نجي احنا هنا من طلع لنا ال K تساوي 7،
هذا سبع. يعني ايش راح يصير عندي انا؟ سبع فئات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. دائما ابدي اقل قيمة عندي حصلتها بالجدول. اقل قيمة شنو عندي انا؟ خمسين. خمسين خمسين اضيف لها الاربعتاش اللي حصلتها، ايش راح يطلع عندي؟ الاربعة وستين، هذه مالت الفئة الثانية. الاربعة وستين اضيف لها الدبليو، ايش راح يطلع عندي؟ ثمانية وسبعين. لحظة خل اطلع لكم القلم واكتب عليه. هذه الخمسين اللي هي اعطى قيمة، اجي لما اضيف لها ال W اللي هي ماين زائد بلس 14، راح يطلع لي ال 64 حد الفئة الثانية. اجي هاي ال 64 اضيف لها ايضا ال 14، صارت 78 ايضا بلس 14. 78 بلس 14 تطلع لي 106، وهكذا كل حد من هذه الحدود اضيف له ال دبليو اللي هو كلاس ويث عرض الفئة، تطلع لي هذا الحد الفئة اللاحقة اللي تجي وراها. نجي لهنا الكلاس انترفال اللي هو طول الفئة، شنو قلت انا؟ يساوي لي دبليو ماينس واحد، يعني 14 ماينس واحد يساوي لي 13، تمام؟ فأجهز انا شغلي دائما اهم نقطة عندي اول رقم اللي هو هذا خمسة، من عنده يبدي كل شيء. خمسين، فهاي الخمسين أضيف لها 13 يقل 63، إذن صار عندي الفئة الأولى كملت من 50 إلى 63. هاي 64 أنا طلعتها، فأجي أقول 64 زائد 13، هنا أنا هاي زائد 13 اللي هو طول الفئة 63. 64 زائد 13 تعطيني 77، 78 زائد 13 تعطيني 91، وهكذا إلى أن وصلت إلى آخر قيمة عندي بالجدول اللي هي 147. إذن شغلنا مضبوط. أوكي، هسه عرفنا شلون أرتب أول عمود بالجدول اللي هو الكلاس، لأن زي ما يعطيني بيانات شيء متشرة عشوائية. أجي أول مرة أطلع الـ R، أطلع الـ K، بالاعتماد على عدد الأعداد الموجودة عند الداتا اللي هي الـ N، وراح أجي أطلع الـ W، W اللي تساوي R على الـ K، وراح أجي أطلع الـ Class Interval اللي هو يساوي W ماينس واحد. أجي هنا أنا وراها أنظم الجدول مالتي. هذا الخمسين أبدأ دائما بأقل قيمة عندي موجودة بالجدول بالأعداد مالتي. خمسين، الخمسين أضيف لها W تطلع لي الفئة اللي وراها، أضيف لها 13 تطلع لي حد الفئة الثانية، وهكذا أكمل. هسه عندي الكلاس باوندريز، إحنا إيش قلنا؟ قلنا إذا الداتا مالتي كلها أعداد صحيحة أطرح خمسة أو أضيف، العفو أطرح بوينت خمسة وأضيف بوينت خمسة. هسه خمسين ماينس بوينت خمسة 49.5، 63 أضيف لها نص، وهكذا هذه أجي الفئة الثانية أيضا. أمشي على كل الفئات، هذا الحكي أطبق على كل الفئات، أضيف بهذا الجانب أضيف بوينت خمسة، وهذا الجانب أطرح من عنده بوينت خمسة. 64 ماينس بوينت خمسة 63 بوينت خمسة، وهنا 77 زائد بوينت خمسة يصير 77 بوينت خمسة، وهكذا طلعت الكلاس باوندريز للفئات مالتي. الكلاس مارك اللي هي مركز الفئة،
تطبق على هذا أو هذا يطلع، راح يطلع لك الناتج صحيح. يعني مثلا تقول 50 + 63 على 2 أو تقول 49.5 + 63.5 على 2، في كل الأحوال راح يطلع لك صحيح اللي هو مركز الفئة هذا. الفريكونسي هذا طبعا تكرار كل فئة، يعني عند الأعمدة اللي سلطت عليها أحمال من 50 إلى 63 كم عمود؟ 4. عدد الأعمدة اللي سلطت عليها أحمال من 106 إلى 119 كم عمود؟ 4. عندي عدد الأحمال اللي سلطتها على الأعمدة من 92 إلى 105 شقد؟ 2. فهذا تكرار الفئات اللي عندي. لو أرجع هذه هي الداتا الموجودة عندي، الأحمال اللي مسلطتها على الأعمدة أنا، فأجي هنا وبعد ما رتبتهم فئات، فمثل ما قلت مثلا كم عمود سلطت عليها حمل مثلا من 80 إلى 90، أجي أحسب مثلا هنا 1 2 3 4 وهكذا أحسبهم وأرتبهم. نجي هسه الريليتيف اند برسنتج فريكونسي ديستريبيوشن. بعد ما رتب الجدولي سويت الكلاس ليمت مالتي، رتبت الكلاس ليمت مالتي والكلاس باوندريز مالتي والكلاس مارك مالتي والفريكونسي مالتي، رتبتهم كلهم هذني ومتأكد من ناتجهم. أهم شيء دائما إنه الفئات ما بدك تغطي أول رقم أو آخر رقم بالداتا، مو مشكلة إنه لو تطلع عندك 148 عادي، يعني إنه أهم شيء إنه أعلى قيمة عندك بالبيانات إنه متضمنة داخل الجدول. أوكي، جدولنا دائما يبدأ بأقل قيمة، بس أوكي مو مشكلة إنه يصير مثل هنا 150 توصل للحسابات مالتك، يعني تعبر 147، بس من الخطأ أنه تكون 145 أو 146، يعني هاي 147 ما داخلة من ضمن الحسابات. الكلاس باوندريز قلنا دائما هاي الحدود اللي طلعت عندي عن كلاس ليمتس، أطرح من هذا الجانب 0.5 وأطرح من هذا أضيف لهذا الجانب 0.5، هاي إذا أعداد صحيحة. بس نفرض أنها مطيني 50.1 91.2 106.4، ما دام صار عندي بها بوينتات فأطرح من هنا 5% وهنا أنا أضيف 5%. إذا أعداد عشرية قلنا ما نجمع ونطرح 0.5، لا 0.5%. والكلاس مارك هي هذا الحد الأول 50 + 63 ÷ 2. هسه نجي للريليتيف فريكونسي اللي هو التكرار النسبي. التكرار النسبي شنو القانون مالته؟ طبعا ال FT اذا تجيك دائما بالقائمة معناتها ال F total، يعني مجموع التكرارات، وبالتالي شو يساوي له اللي هو ال N. اللي هو عدد البيانات، يعني هسه ذني مجموع التكرارات من اجي اجمعهن، يعني 4 و5 من اجمعهن 36 اللي هو مجموع الداتا مالتي، مجموع اعداد الداتا مالتي اللي هي ال n. فال FT تساوي summation FI، ال FI يعني معناته تكرار الفئة الوحدة يسمونها FI، ال XI مركز الفئة الوحدة، يعني ال I دائما يرمز للفئة الواحدة. اوكي، بنقول FI XI يعني قسم المركز الفئة المعينة او تكرار الفئة المعينة. ال FT لا، مجموع هذه التكرارات. فهسه قلنا ال FT اللي تساوي summation ال FI واللي هي نفسيتها ال N، شنو معناها؟ معناتها total frequency، المجموع مالته الفريكونسي. هسه ال FR اللي هو الريليتيف فريكونسي شنو قانونه؟ ال FI تقسيم ال FT، يعني كل تكرار مال فئة معينة
تقسيم مجموع الفئات. يعني هسه مثلا هاي اول وحدة منين اجتني، هاي الاربعة التكرار مالتها تقسيم ال 36 طلع لي هذي، هاي الخمسة تقسيم 36 طلع لي هذا. هذا يسمونه ريليتيف فريكونسي. الثمانية تقسيم 36 ايش راح يطلع لي؟ هذا ريليتيف فريكونسي لهذا الفئة، وهكذا. اوكي، فكل تكرار فئة معينة تقسيم مجموع التكرارات راح يعطيني ال relative frequency للفئة الواحدة. الشيء اللي أتأكد من عنده حل صحيح أو خطأ، إنه مجموع هذه، مجموع هذا العمود، مجموع relative frequency لكل الفئات لازم إيش يطلع لي؟ واحد. مجموع ال relative frequency كل الفئات لازم يطلع لي يساوي واحد. فانت دائما هاي الاعداد العشرية اكتبها كما هي، من تطلع لك بالناتج من تقسم الاربعة على ستة وثلاثين او الثمانية على ستة وثلاثين او الثنين على ستة وثلاثين، دائما اكتبها مثل ما هي، لان بعدين راح تضطر انه من تجمعها يكون تطلع لك قيمة واحد. ال برسنتيج فريكونسي اللي هو التكرار المئوي شنو يساوي لي؟ حاصل ضرب الريليتيف فريكونسي في ميه، هذا قانون الريليتيف فريكونسي اف اي على اف تي، وهذا نفسيته حاصل ضربه في ميه، يعني هذا العدد اضربه في ميه ايش راح يعطيني؟ برسنتج فريكونسي. هذا اضربه في ميه ايش راح يعطيني؟ برسنتج فريكونسي، وهكذا. اذا البرسنتج فريكونسي يساوي لحاصل ضرب ريليتيف فريكونسي في 100 يعطيني هذا العمود. وشلون ايضا اعرف حل الصحيح؟ انه مجموع البرسنتج هذا فريكونسي ايش اللي يطلع لي؟ لازم 100، هنا مو طلع لي واحد، هنا انا يطلع لي 100. اوكي، هسه نجي ال cumulative frequency distribution، التوزيع التكراري المتجمل بنوعين، المتجمع الصاعد المتجمع الهابط، ascending cumulative اللي هو المتجمع الصاعد، وال descending cumulative اللي هو المتجمع الهابط. اوكي، نجي هسه ال cumulative frequency شنو هو؟ الجدول التكراري المتجمع يكون بتجميع التكرارات. جهاز للأسيندك، الأسيندك طبعا أنا جدولي بعد ما عدته class limits class boundaries class limits، هي هذه class boundaries class mark by ال تكرار مالتها. اوكي، اجي هسه اول شيء اطلع الاسيندينج كومونيتيف. منين اطلع؟ دائما بس انتبهوا لي طلاب على هاي الفقره، يعني ركزوا وياي بالجدول التكراري المتجمع الصاعد اللي هو هذا الكولوم، هذا العمود، دائما بالصاعد اول فئه تبدا بتكرارها. اوكي، اول فئه تبدأ بتكرارها وآخر فئة تنتهي مجموعة تكرارات. أوكي، اللي نجي نقول شلون نبدأ نحل؟ 4+5=9، 9+8=14، 17+2=19، 19+4=23، 23+6=29، 29+7=36. إذا ما طلع لي هيج حل
أنا مجموع التكرارات عندي ايش قد؟ 36. إذا ما طلع لي آخر حد 36، الحل مالتي المجموع إذا خطأ حلي، أرجع أتأكد من جديد. فقانون ثابت، أول فئة تأخذ تكرارها وآخر فئة تأخذ مجموع التكرارات، أظل أجمع بهذا الشكل. شوفوا الشكل هذا المثلث، هيجي أنزل هيجي. طبعا دائما الأسندق والتسندق إهن صيغتين للجدول مالتهن، يا أما هيجي شكل يا أما هيجي شكل. إحنا هذا الشكل بس للتوضيح، عم نوضح لكم إياه. إحنا نشتغل على هذا، نشتغل على هذا. هنا شو يقول لي بالشكل الثاني مال الجدول التكرار المتجمع الصاعد؟ بعد ما رتبت الكلاس ليميت اجي الكلاس باوندريز، ما اكتبهم بهذا الشكل، لا. شو يقول لي مثلا عندي شنو هو مجموع التكرارات اللي اقل من 49.5؟ شنو؟ صفر. ابدي بصفر لان انا عندي اقل شيء شنو 50، اقل حمل مسلط انا جيت قيمته هذا 50، فشنو عندي الاقل من 49.5؟ ما عندي صفر. اجي سو بعدين يجمع الصفر ويا الاربعة ويطلعها اربعة. بس شو يقول لي شنو عندي مجموع البيانات اللي اقل من 63.5؟ ايش قد؟ اربعة. وهكذا. فهذه صيغة الجدول، الصيغة الثانية للجدول المتجمع الصاعد. هاي بس فقط للتوضيح، ما نحل احنا به، احنا نحل بهذه الصيغة. هو ايضا صيغة سهلة وحلوة، تعطيك مثلا اذا انت عندك فد مجموعة سيارات وكل سيارة بسعر معين وتريد تعرف شلون انت بعد، فتريد مثلا تسأل المحاسب مالتك يا يعني شنو اقل عدد بعناه بهيج سعر. فعن طريق هذا الجدول المتجمع راح يعطيك الناتج، تمام؟ هذا الجدول المتجمع الصاعد، قلنا أول فئة تبدأ بتكرارها وآخر فئة تنتهي مجموعة تكرارات، ونمشي بهيج طريقة. الهابط، المتجمع الهابط هذا بالصيغتين يحمل نفس القانون، سواء أريد أقول مور ذان، يعني شو أقول شنو عندي أنا الأحمال اللي سلطتها أكثر من 49.5؟ more than، أو هاي الصيغة اللي إحنا أصلاً نشتغل بيها. أجي class limits مالتي والclass boundaries والclass mark. طبعاً حتى أنا class mark إذا انتبهتوا ما مشتغلة بيها، بس هسه راح نبينها بالرسم. أنا طلع الclass mark بكل الجداول، ليش؟ لأن راح نرسم بيها. أنت بعد ما تطلع جدول لازم ترسمه. الفريكونسي مالتها هاي الموجودة عندنا، هنا نجي هسه شلون نطلع الفريكونسي مالتي الديسيندك الكوموليتيف ديسيندك. هناك ايش قلنا؟ قلنا أول فئة تبدأ بتكرارها، هنا أول فئة تبدأ بمن؟ مجموع التكرارات، وآخر فئة بمن تنتهي بتكرارها. إذن بالعكس، بالعكس الصاعد اللي هو الاسيندينج يبدي بأول تكرار وينتهي مجموعة التكرارات، هنا ديسيندينج بالعكس راح يبدي لمجموعة التكرارات وينتهي بالتكرار مالت الفئة الأخيرة. فأجي هناك كان إذا تذكرون شكل المثلث مالت العملية هيجي من هاي الفئة لهاي الفئة لهاي الفئة هيجي زائد. هسه صار عندي شنو؟ من هذا تكرار لهذا هيجي ناقص. تفهمون الشكل مالتي للحركة هاي، حفظوها على مود تعرفون شلون تروحون وشلون تجمعون. فقلنا هسه بالديسيندنج الهابط نبدي مجموعة تكرارات 36 ناقص 4 32 ناقص 5 27 ناقص 8 19 ناقص 2 17 ناقص 4 13 ناقص 6 7 آخر شيء 7 ناقص 7 0. يكون هنا يشبه لي هذا اللي آخر فئة تحمل لي نفس التكرار، تمام؟ يعني من أجي أسأل الفني بالمصنع مالتي يابا شنو مجموع الأعمدة
اللي حملت لي الأحمال المسلطة اللي يكون أكثر من 63 من 49 إلى 63، إيش راح يقول لي؟ يقول أكيد كل الأعمدة اللي فحصتهن أنا تتحمل هذا الحمل، فاللي هن 36 عمود. أوكي، شنو مجموع الأعمدة اللي تحملت لي الحمل اللي هو أكثر من 49.5؟ راح يقول لي 36 عمود كلن يتحملن هذا الحمل، لأنه أقل حمل كان عنده 50، فأكيد كلن يتحملن هذا الحمل. فهذا الجدول المتجمع الصاعد الهابط. هنا أنا هذه أيضا نماذج على جداول تكرارية. هنا أنا هذا الهابط مبين، لأن منتهي لي مجموعة تكرارات وهاي آخر فئة منتهي تكرارها. هنا أنا الصاعد مبين، لأن بادي لتكرار الفئة نفسيتها، وهنا أنا منتهي مجموعة التكرارات. حتى نجي للرسوم، وشلون نوضح الرسوم؟ يعني أنا كل جدول لازم أعرف أنواع الرسوم. عندي هنا خمسة: الهيستوغرام اللي هو المدرج، البوليجون المضلع، الكيرف المنحني، الكوموليتيف المتجمع، الريليتيف اللي هو النسبي. هاي كلها نمثلها برسوم. طبعا الرسوم مالتها جدا سهلة. الهيستوغرام نبدي به، هذه هي اشكال الرسومات. هذا للهيستوغرام، هذا للبوليجون المضلع، هذا الكيرف المنحني، هذا ايضا مضلع، هذا منحني، هذا متجمع صاعد. شوفوا بديت من هنا وصعدت، هذا يسمونه الكوموليتيف فريكونسي بوليجون اللي هو المتجمع. هذا عندي مضلع، هذا ايضا مضلع، هذا متجمع ايضا صاعد، هذا متجمع صاعد، هذا مضلع. المضلع دائما يشبه الريليتيف، هذا الريليتيف عفوا عندي، ايضا هم يسمونه مضلع نسبي. هنا هذا يبين لي هيستوغرام المدرج ويا البوليجون المضلع، هذا بالصاعد متجمع صاعد اللي هو الاسيندي كومولاتيف، وهذا الديسيندينج كومولاتيف اللي هو less than more than. انتبهوا، يعني احتمال اجيبك منها بالصح وخطأ او فراغات. المتجمع الاسيندي كومولاتيف شنو يعني لي؟ less than or more than. اوكي، يعني شوف هسه هنا مثلا عند اقول شنو القراءات اللي عندي اقل من 50، راح يقول لي هذه مجموع القراءات وهكذا. فانتبهوا، نجيب لكم اياها هاي الاسيندينج والديسيندينج، شنو معنى الازدان، شنو معنى مورزان، المن هاي ترجع وهاي المن ترجع. انا عندي هذا اكزامبل، اعطيني داتا ويقول لي هنا 14 يعني 14 عمود مال كونكريت صبوهن وكانت هاي أطوالهن. find the frequency table، طلع لي جدول التوزيع تكراري، وارسم الهيستوغرام والكير والبوليجون، وارسم أيضا الكومولاتيف فريكونسي الأسيندينج والديسيندينج. أجي من يحلهن أول مرة لازم يطلع الرينج، قلنا على قيمة ناقص أو تعقيمه، وطلع الكي، وبعدها يطلع الدبليو 23 على 5، 4 بونس تفق الربع على مود 5، لازم عدد صحيح لأن البيانات مالتي ناكل أعداد صحيحة. الكلاس انترفال عدد الفئات شقد؟ 5، يعني هذني راح يقسمهم إلى 5 جروبات. الكلاس انترفال يعني طول الفئة الوحدة اللي هو دبليو ناقص 1. من بعد شنو عندي؟ اجي هنا انا رتب الجدول مالتي. هذا الكلاس ليميت قلنا سواه 5 جروبات، 1 2 3 4 5. نبدا باقي القيمه، هي عندي 89، 89 يضاف لها
الخمسة الدبليو طلعت 94 ضاف لها الخمسة 99 ضاف لها الخمسة 104 ضاف لها الخمسة 109 نجي هسه لحد شلون طلع 89 زائد 4 مو احنا قلنا طول الفئة الكلاس انترفل يساوي دبليو ناقص 1 يعني 5 ناقص 1 4 فيضيف 4 تطلع هذه الفريكونسي مالتها موجود عندي من الجدول اقدر احسب بين هذا وهذا كم عمود وهكذا الكلاس باوندريز قلنا من هذا الجهة نطرح بوينت 5 ومن هاي الجهة نجمع بوينت 5 والكلاس مارك اور ميد بوينت هذه زائد هذه تقسيم 2 89 تقسيم 90 تقسيم 2 ويطلع لي كل الفئات الفريكونسي ريليتيف اللي هو ايضا يعطونا تسمية البروبابيلتي اللي هو البي اي هذا ايضا طلعت 2 تقسيم هنا مجموع الاف 14 فاثنين على 14 هكذا عندك 3 على 14 وهكذا مجموع لازم يساوي 1 الفريكونسي برسنتج هذا في 100 طلعته مجموع يطلع 100 كوموليتيف فريكونسي نبدا بهاي تكرارها 2 اجي اخليها 2 هذا صاعد قلنا نبدا تكرار الفئه نسيتها 2 3 5 5 و5 10 10 و3 13 13 و1 14 شوفوا اخر فئه انتهت المجموع تكرارات واول فئه بدت باول تكرار لها الديسندنج العكسها اول فئه تبدا مجموع تكرارات ف14 ناقص 2 12 12 ناقص 3 9 9 ناقص 5 4 4 ناقص 3 1 اخر فئه انتهت النفس تكرارها اجي ارسمها طبعا الرسم عندي جدا سهل عباره عن محورين اكس وواي اكس دائما يكون للفئات الكلاس باوندريز والواي دائما يكون للفريكونسي مثلا انا عندي الفريكونسي مالتي هنا 1 3 5 3 5 2 فاجي ادرجهم انا حسب البيانات مالتي مثلا لا تكراراتي هنا 20 35 60 35 اكيد راح تختلف عن 1 2 3 اجي هنا فادرجها من الصفر للستة شنو على تكرار عندي والكلاس باوندريز ابديها من 88 ونص ل 93 ونص وهكذا الى ان اوصل الاخر فئة عندي فهسه يقول لك الفئة من 88 ونص 93 ونص قد تكرارها 2 اصعد 2 من 93 ونص 98 ونص قد تكرارها 3 اصعد 3 من 98 ونص 103 ونص قد تكرارها 5 وهكذا يعني طول الفئة مثل مستطيل البوليجون ما اشتغل على الفئة نفسيتها اشتغل على مركز الفئة على الاف على الاكس اي هسه راح يجي شغل ال يعني هاي الفئة من اريد ارسمها ما ارسمها هيجي كلاس باوندريز لا اجي ارسم من هنا يعني بما معنى من 88 ونص 93 ونص من امثلها بالمضلع البوليجون ما ارسم مستطيل او هاي لا اجي اختار النقطة ال بالمنتصف طلعتكم الكلام هسه هاي الفئة هاي طول الفئة هذا مثلته بالهستوغرام اوكي بس بالمضلع لا اجي اختار النقطة ال بالمنتصف يعني منتصف هذه الفئة وش قد تكرارها 2 ثبتت هاي النقطة منتصف هاي الفئة وش قد تكرارها 3 ثبتت هاي النقطة وهذا ايضا اجي وراها ارسم مضلع انتبهوا راح يبدي مضلع مالتي منا ويمر كل النقاط وصل هنا توقف بس انا عندي المضلع دائما لازم اغلقه من البداية من النهاية فاجي منتصف المسافة من الصفر لهذا الحد حط نقطة وهنا منتصف المسافة من هذا الحد اخر حد عندي الى الحد اللي بعده ايضا اخلي نقطة واجي الخطوط مستقيمة بس على مود اغلق المضلع مالتي. هذا المتجمع الصاعد والهابط ايضا هنا عندي الفئات وهنا الكوموليتيف فريكونسي الصاعد
لازم طبعا هو كل الجدول المفروض يكون واحدة. هذه عندي، بس هنا أنا عندي أبدي بهن شنو، ما أخلي مركز الفئة، لا أختار الحد الأبطأ أو الأعلى مال كل باوندريز وأرسم. هذا أيضا نموذج للجمع صعب. هذا عندي إكزامبل، أنتم تكملون حله، بس أعطيتكم بدايته. عندي هنا أنا هذه مجموعة بيانات مثل اللي فحص مال تربة، فالمطلوب من عندكم إنه طلعوا لي الجدول التوزيع التكراري والمتجمع صاعد والهابط والريليتيف والبرسنتيج وترسموهن أيضا. هاي بدايته، أنتم تكملوا. هذا عندي أيضا واجب، واجب رقم 1، وهذا واجب رقم 2، وهذا واجب رقم 3. تمام، صار عندكم هاي 3 هوم وركات. بس لو نجي مثلا عندي هذا المثال، وطين هاي البيانات وقال يرتب لها جدول توزيع تكراري، فأجي أول شيء أطلع الكلاس ليميت والكلاس باوندريز والكلاس مارك والتكرار مالتين والريليتيف فريكونسي والبرسنتيج فريكونسي والكوموليتيف الصاعد والكوموليتيف الهابط. إن شاء الله لحد هنا إن شاء الله المحاضرات تجي. فعندي أنا هاي البيانات مالتي هذه، رتبتهم من أقل قيمة إلى أعلى قيمة، كل قيمة إيش قد تكراراتهم حسبتهم. هذه البيانات مطيني إياها، جيت رتبتهم من أعلى قيمة إلى أبطأ قيمة وكل قيمة إيش قد تكرارها، سويت هذا الجدول مالتي وجيت طبقت القوانين مالتي. أول شيء أطلع الرينج الآر وأطلع الكي وأطلع الدبليو، أطلع الكلاس انترفل وأطلع الكلاس باوندريز وأطلع الكلاس مارك والاف تي والاف ار والاف بي. يعني هذا البروسيجر مالت الحل. شكو واجب أنطيكم إياه في البروسيجر مالت الحل مالته، وهنا أنا أيضا ملاحظات تفيدكم، وهذه الرسومات. لحد هنا ينتهي شغلكم، هذه المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله. طلاب، هذا ما يخص محاضرتنا اليوم، وأي سؤال تقدرون تسألوني على التليجرام، أي شيء ما فهمي ممكن أعيد لكم إياه. شيء جدا بسيط، يعطيني مجموعة بيانات مثل هذه وغير مرتبة، راح يطلب من عندي انه ارتبهم اليه، راح يطلب انه ارتبهم واخليهم جداول. وانا اجي اول مرة اطلع الار والكي والدبليو، اطلع الكلاس انترفل وارتب جدولي، واطلع الكلاس باوندريز واطلع الكلاس مارك واحسب عدد التكرارات مالتهم واكمل حل. يعني مجرد ترتيب خطوات وحسابات على كيفك وشوي دقيقة ومرتبة. بس هنا لا تنتبهون انه هنا الداتا مالتهم مطينيها اعشار في الكلاس باوندريز، من اجي اطلع حين شو اسوي؟ اطرح 5% واضيف 5%. اي سؤال ممكن تسألون على التليجرام. صار عندكم 3 واجبات، الواجب الأول الثاني الثالث، تسليمهم راح يكون إن شاء الله قبل المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا طلاب، وإن شاء الله أشوفكم على خير.